ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं आना आंखों आंखों में जता दे चाहूं मैं आना इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने पूछूं तुझे एक बार ओ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رنگ تھے نور تھا جب قریب تو تھا ایک جنت سا تھا یہ جہاں وقت کی ریت پہ کچھ میرے نام سا لکھ کے چھوڑ گیا تو ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن